My dear sons, again, we discuss with you English World 8, Unit 2. We are going to discuss the item of grammar. So, let's start. Please concentrate. Now we are going to discuss this item. It's about grammar. We are going to discuss when adjective precede the noun. They usually appear in this order. So we are going to make order to the adjectives like this. We are going to describe a noun. We are going to use the adjective of opinion first, then the size, then the age, then the shape, like this. We are going to describe the word buck. So notice here, a beautiful big buck. A beautiful is opinion, then big is the size. لاحظنا هنا يا شباب نوصف كلمة buck بنجيب opinion الأول متمثل هنا في كلمة beautiful. بعد كده جبنا حبايبي size ومتمثل هنا في كلمة big. So a beautiful big buck. Beautiful is opinion and big is size. Now we're going to see the description of man. So a tall young man. A tall is size, then young is age. جبنا هنا size الحجم الأول. بعد كده جبنا إيه؟ جبنا العمر. ما ينفعش طبعا نقول young tall. بنقول tall young. Notice here an old rectangular mirror. وصفنا هنا المراية. جبنا الأول old اللي هو العمر. بعد كده جبنا rectangular هو إيه؟ الشكل. ما ينفعش نقول rectangular old. بنقول old rectangular mirror. Again, we're going to describe the word holes. Notice here strange little round holes. جبنا opinion الرأي الأول قلنا إن الهولز ديت غريبة. بعد كده جبنا size الحجم قلنا إن هي حجمها قليل. بعد كده قلنا إن هي طبعا الشيء بالشكل بتاعها راوند شكل دائري. طيب تعالوا نتدرب شوية أكتر على الجزء ده. بيقول لك هنا put the adjectives in front of the nouns in the correct order. Number one, a castle. كتب لك كمان ancient. كتب لك amazing. يلا نصححها مع بعض كده ونظبطها. Amazing. مظبوط. جبنا هنا الopinion الأول. وبعدين قلنا ancient. جبنا هنا بعدها age. وبعدين نقول ايه؟ castle. التصحيح بتاعها يبقى an amazing ancient castle. تاني an amazing ancient castle. إلى number 3 كاتب لك هنا box وعاوزك توصفها وجايب لك هنا round وجايب لك tiny. هنجيب الحجم الأول اللي هو a tiny وبعدين هنجيب الshape الشكل اللي هو round. أوكي فقلنا a tiny round box. Number 4 هنوصف هنا lady. جايب لي هنا old وجايب لي little. فجايب لي size اللي هو little وجايب لي old اللي هو ايه؟ اللي هو age. اوكي؟ فعندي هنا size بعد كده ايه؟ age. فقلنا a little old lady. Number 5 window كاتب لي هنا new كاتب لي oval. اوكي؟ فهنا ده جايب لي طبعا حاجة خاصة بشيب وحاجة خاصة بايه؟ ب age عمر. فقلت a new oval window. Number 6 a painting كتب لي triangular كتب لي unusual. اوكي ف unusual ده عبارة عن opinion triangular ده عبارة عن ايه shape. فنقول unusual triangular painting. Number 7 pool هنوصف pool كتب لي هنا huge extraordinary circular. اوكي طيب huge طبعا ده ايه size extraordinary طبعا ده opinion وcircular طبعا ايه shape. فنجيب size الاول ولا opinion الاول اكيد opinion الاول. يبقى نقول an
extraordinary. بعد ما جبنا كده الاوبينيون الراي هنجيب السايز الحجم يبقى هيوج يبقى ان اكستراوردينري هيوج سيركيولر بول. اوكي نمبر 7 ابول كاتب لنا هيوج اكستراوردينري سيركيولر. لاحظ يا شباب هنا اوبينيون متمثل في كلمه اكستراوردينري اوبينيون. كمان عندي سايز متمثل في صفة huge size. اوكي وبعدين عندنا كمان circular متمثل في كلمة circular متمثل في كلمة shape هنا متمثل في كلمة circular. اوكي تمام هنعمل الترتيبة بتاعتنا ناخد opinion الاول بعدين size بعدين shape. فقلنا an extraordinary huge circular pool again an extraordinary huge جبنا رأي وبعدين جبنا size حجم وفي الاخر هنجيب circular طبعا وبعدين ايه النون اللي بنوصفه بنجيبه في الاخر خالص اخر كلام an extraordinary huge circular pool. خلصنا الجزء ده في جزء كمان نركز شوية كده مع بعض وهنروح له بعد لحظات لكن ناخد ستوب كده ونكمل ان شاء الله مع بعض. يلا حبايبي ونكمل يا حبايبي مع بعض وصف الاسماء ولكن بنرتب الصفات قبل ما بنجيب الاسم. الجزء الاخير معانا لما بنحب نرتب الصفه اللي هنا بنجيب الكالر اللون وبعدين بنجيب اوريجين اللي هو الاصل الخاص بصناعه الحاجه دي مصنوعه فين او الجنسيه بتاعتها ايه. بعد كده بنجيب ماتيريال الماده الخام اللي هي مصنوعه منها. بعد كده بنجيب البيربز بيربز اللي هو الايه الغرض من صناعه الحاجه دي ايه بنصنعها ليه علشان ايه. اوكي تعال نشوف الجزء ده بلاك راشن بيرز نوصف هنا بيرز جبنا حبايبي هنا بلاك فجبت الكالر الاول وبعدين جبت اوريجين اللي هو الاصل المنشا بتاعها الجنسية بتاعت البيرز دي بقت هنا راشن روسية فجبت هنا طبعا بلاك راشن بيرز كالر وبعدين جبت ايه اوريجين الاصل او نشنات الجنسية. روح الى شال اللي هو الشال بتاع تيتا فقلت تشاينيز سيلك شال جبت الاوريجين تشاينيز وبعدين جبت ماتيريال المادة الخام مصنوع منين من الحرير طبعا هو صيني مصنوع من الحرير. اوكي هنوصف هنا هاك خطاف او سنارة فقلنا أميتال كاو هوك فجبت هنا طبعا ماتيريال متمثل هنا في كلمة ميتال جبت هنا البيربوز اللي هو طبعا ايه كاوت أصبحت هنا طبعا معناها شماعة وليس صنارة ولا خطاف هي شماعة تمام. اوكي نروح إلى آخر كلمة كلمة بوتس فقال هنا براون ليذر رايدنج بوتس. اوكي بنوصف هنا بوتس جبت البراون الكالر جبت بعد كده ليذر اللي هو ماتيريال وبعدين جبت ايه البيربز الغرض منها ايه طبعا هي رايدنج تمام حاجه بنلبسها كده. اوكي تمام طيب بصوا يا حبايبي احنا كده اخدنا 4 adjectives نوصف بيهم ناون وخدنا كمان 4 بقى كده ايه 8. الجزء اللي جاي هنشوف بقى ال 8 adjectives دول في الاوردر بتاعهم. يلا نشوف مع بعض. وصلنا لاخر جزء مع بعض يا حبايبي في جرامر الخاص ب يونت 2 طبعا منهج انجلش وورلد 8. فقال لي هنا اخر كلام بقى the order of adjectives in front of nouns. حضرتك بتلاحظ هنا الترتيبة النهائية لما بتحب توصف اسم ممكن بتبدأ طبعا بـ opinion الرأي بعد كده بيجي size بعد كده بيجي age بعد كده بيجي shape بعد كده بيجي color بعد كده بيجي origin طبعا اللي هو الأصل أو المنشأ بتاع الحاجة دي الجنسية بتاعتها يعني بعد كده بيجي material وفي الآخر خالص بنفنش بإيه بـ طبعا purpose اللي هو الغرض من الحاجة. أوكي لو حبينا نوصف مثلا الكار دي
أو نوصف كلوك رول، خلينا في كلوك، تمام؟ فنقول الأوبينيون بتاعنا فيها إيه؟ وندرفول. طيب نروح للسايز، نقول إن السايز بتاعها مثلا سمول. نروح للإيج، العمر بتاعها، نقول مثلا إن هي نيو. نروح للشيب بتاعها الخاص بها، شيب بتاعها مثلا سيركيولر. اوكي، نروح للكالر بتاعها مثلا وايت اند بلو. وايت، نو نو اتس نوت بلو، وايت اند يلو. اوكي، نروح للاوريجن بتاعها مثلا نقول تشاينيز. نروح الماتيريال بتاعتها خاصه بها مثلا ميتال اور بلاستيك. وصلنا يا حبايبي، وصلنا يا شباب، وصلنا يا رجاله، وصلنا يا بناتي الى اخر جزء معانا، وهو عباره عن هوم وورك. لذلك انت حضرتك هتجهز كده ورقة وقلم زي الشاطر وتركز معايا في اللي جاي، ونقول but at least two adjectives. حضرتك هتستخدم صفتين على الأقل، in front of the nouns، يعني ممكن تستخدم أكتر، ممكن يبقوا تلاتة. طيب choose words، بتستخدم كلمات from the box، من الكلمات اللي جاية ديت. طبعا في طبعا عندك nouns وعندك adjectives، there are many possible combinations، ممكن تعمل أكتر من شكل للحاجة. فعندنا طبعا eight nouns همت، عندنا shoes، عندنا avis، عندنا taxi، عندنا billboards، عندنا car، عندنا elephants، عندنا gloves، عندنا كمان stack. ال nouns دي طبعا محتاجة قبلها adjectives، الصفات. الصفات موجودة جاهزة عندك حضرتك، scarlet، scarlet طبعا لون قرمزي، ده لون يعني color. عندنا yellow طبعا color، purple color، عندنا كمان gray the color. عندنا كلمة colorful أصلا معناها ملون، فإذا هي برضو تعتبر color. عندنا نيويورك طبعا، ده طبعا بنعتبره اسم خاص بـ origin، اللي هو الأصل بتاع الحاجة. عندنا إيطاليا نفس الكلام، African برضو origin. عندنا كمان wooden، ده بنعتبرها material. عندنا woolen material معناها صوفي، وعندنا leather material، عندنا glass material. عندنا advertising، ده طبعا purpose. عندنا racing، ده purpose. عندنا walking، ممكن نعتبره كمان purpose. عندنا dancing، ممكن نعتبرها برضو purpose. طيب نشتغل كده بعضهم مع بعض، والباقي حضرتك بتعملهم في البيت لوحدك، تمام؟ طبعا بتجهز ورقة وقلم تشتغل معايا. نبدأ، يلا يلا نبدأ. Number one shoes، يلا نوصف shoes. ناخد الكالر، ايه رأيكم؟ ناخد الكالر، قلنا gray، الله، يبقى خدنا كالر كده كالر، تمام؟ طيب بعد ما بنجيب الكالر هنا ممكن بنقول ايه؟ بنقول origin بتاعها اللي هو ايه؟ Italian. So gray Italian shoes. Okay and so حضرتك مثلا ممكن ناخد برضو كلمة مثلا، نختار، اخترت معايا؟ تمام، انا اخترت خلاص، اخترت a car، نوصف car، تمام. انا طبعا مثلا عربيتي الكالر بتاعها purple، فبقول a purple. العربية بتاعتي اوكي تصنعها مثلا في نيويورك، فاقول a purple New York car. اوكي، جبت الكالر، وبعدين جبت الايه؟ الاوريجن، الايه؟ الاوريجن اللي هو الجنسيه بتاعتها والاصل بتاعها. اوكي تمام، نروح يا شباب الى كلمه اخرى ونحب نوصفها مع بعض. فاخذنا كلمه بيلبوردز، فنقول البيلبوردز ديت مصنوعه من ايه؟ فجبنا طبعا الماتيريال الاول، فقلنا وودن. اوكي، وودن. وبعد كده جبنا الـ purpose بتاعها، عشان الهدف منها ايه؟ طبعا advertising، بنعلن عليها، لان دي لوحة اعلانات، فقلنا wooden advertising billboards. حضرتك هتكمل لوحدك، اشوفك ان شاء الله في يونت اخر. So please concentrate، please write down، please use your pen and your paper and write down your notices and ask me if you want, I'll help you. Till we meet again, thank you, goodbye and good luck. With you, Mr. Ibrahim
منصور future language school حلوين goodbye and good luck